السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الشباب؟ عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير يا رب ان شاء الله يا ولاد، وربنا يسلمكم من كل اذى ان شاء الله يا رب، وربنا يحفظنا جميعا يا رب. وان شاء الله باذن الله هي ازمة بسيطة ان شاء الله، وتعدي باذن الله بسلام يا رب، وامتحان من ربنا لينا ان شاء الله، نكون يعني ان شاء الله نخرج منه بخير يا رب ان شاء الله، ونخرج من الاختبار ده بقوة إيمان لينا قوية بربنا سبحانه وتعالى، وإن جند بسيط من جنود ربنا ورانا قد إيه إحنا ضعاف وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى عظيم. دي أهم درس مفروض إن إحنا نتعلمه من الأزمة اللي إحنا فيها حاليا، أزمة الكورونا. ربنا يسلمنا جميعا يا رب، ويسلمكم ويسلم كل اللي بتحبوهم يا رب إن شاء الله، يسلم العالم كله يا رب ان شاء الله من المشكلة دي بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن الهيدروجين بوند، ودي نوع من الفيزيكال بوند، وهنتكلم عن الميتاليك بوند، ودي نوع برضو من الفيزيكال بوند. يعني احنا كلامنا النهاردة هيكون عن الفيزيكال بوندز. ليه فيزيكال بوندز يا مستر ايمن؟ ليه سموا الهيدروجين بوند او الميتاليك بوند فيزيكال بوند؟ زي ما انتوا شايفين في الفيجر اللي قدامكم ده يا ولاد، ده بيمثل الووتر موليكيلز بوند تو ايتش اذر. الهيدروجين بوند دايما يا ولاد بوند بتربط مين؟ موليكيلز مع بعض، بس بشرط تكون الموليكيلز دي ايه؟ تكون الموليكيلز دي بولر موليكيلز. يعني ايه بولر؟ يعني يا ولاد عندها نيجاتيف بارشل تشارج وعندها بوزيتيف بارشل ايه تشارج، تمام؟ طيب عندنا الاكسجين بيكون هاير في الالكترونيجاتيفيتي، فعنده نيجاتيف بارشل تشارج، والهيدروجين اتش هيدروجين اتوم بيكون لور في الالكترونيجاتيفيتي، فبتكون عندها بوزيتيف بارشل تشارج، وده راجع لان في الكترونيجاتيفيتي ديفرنس بتوين الاكسجين والهيدروجين مور ذان 0.4، و بيكون ليس ذان 1.7 زي ما احنا قلنا قبل كده، لان الاكسجين 3.5 والهيدروجين 2.1. لو عملنا ديفرنس ما بينهم الاثنين هيطلع الديفرنس 3.5 ماينس 2.1 تقريبا 1.4، ده بيكون اكبر من 0.4 واقل من 1.7، علشان كده بنسمي الووتر بولر موليكيول. نفس الكلام الهيدروجين فلورايد، هيدروجين فلورايد اللي عندنا هنا ده في الصورة دي، تمام؟ بولر. بس هتقول لي يا مستر ايمن، طب ده الهيدروجين فلورايد الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي اعلى من 1.7. تمام، انا معاك برضو ان الهيدروجين فلورايد يعني الفلورين اعلى واحد في الالكترونيجاتيفيتي 4، والهيدروجين 2.1 لو عملت 4 ماينس 2.1 هيطلع 1.9، ده مور ذان 1.7. ليه ما قلناش ايونيك؟ لان الاثنين نون ميتلز يا ولاد. الميتاليك بوند سوري الايونيك بوند لازم تبقى بتوين ميتال اند نون اي ميتال، يبقى هي كوفالنت بس بالبروبيتيز بتاعت الايه، البروبيتيز بتاعت الايه؟ الايونيك بوند. تمام، اوكي. الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي هنا هاي عالي، لكن هما الاثنين نون ميتلز، علشان كده بنلاقي ان الهيدروجين فلورايد ايه نوت سوليد، ها تمام، زي الصوديوم كلورايد مثلا. اوكي، وهنتكلم في تفاصيل الموضوع ده، وعندي جيف ريزون في الحته دي هنتكلم فيها دلوقتي، لكن اعرفكم الاول يعني ايه نقصد احنا بالهيدروجين بوند. لاحظوا معايا في التو فيجرز اللي قدامكم دول، او الشكلين اللي قدامكم دول، في الهيدروجين فلورايد او في الووتر موليكيولز، تمام، ايه اللي بيحصل؟ ده موليكيول وده موليكيول، وفي دوتس كده ما بينهم، هي دي الهيدروجين بوند. لكن البوند اللي موجوده جوه الووتر موليكيول ما بين الاكسجين والهيدروجين هنا، او الاكسجين والهيدروجين هنا، دي بولر كوفالنت بوند زي ما انا لسه شارح لكم دلوقتي، علشان الديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي، تمام. طيب الووتر موليكيول ده بولر، والووتر موليكيول ده بولر، فانا عندي فيه نيجاتيف بارشل تشارج على الاكسجين، وعندي فيه بوزيتيف بارشل تشارج على التو هيدروجين اتومز. فايه اللي بيحصل؟ بيتكون ويك الكتروستاتيك اتراكشن. طبعا هو ويك مش سترونج، ليه؟ لان هي نيجاتيف بارشل وبوزيتيف بارشل، نوت ايونيك، نوت بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، فعلشان كده بنسميها ايه؟ ويك الكتروستاتيك ايه اتراكشن. الويك الكتروستاتيك اتراكشن اللي ما بين البوزيتيف بارشل اللي على الهيدروجين بتاعت ووتر موليكيول مع النيجاتيف بارشل تشارج بتاعت ووتر موليكيول انذر ووتر موليكيول
مش سيم مولكيول، مش نفس المولكيول، تمام، يكون نيبورينج ليه، مجاور ليه زي ما انتم شايفين في الفيجر. الويك الكتروستاتيك اتراكشن ده اللي ما بين البولر مولكيولز زي الووتر، او ما بين البولر مولكيولز زي الهيدروجين فلورايد ده والهيدروجين فلورايد ده، حصل ما بين اللي عنده نيجاتيف بارشل تشارج في وان مولكيول مع اللي عنده بوزيتيف بارشل تشارج في الاذر مولكيول او في النيبورينج النيبورينج مولكيول اللي هو المجاور ليه، حصل ما بينهم ويك الكتروستاتيك اتراكشن. ده بنسميه ونعبر عنه بالدوتس دي، بنسميه هيدروجين ايه بوند. يبقى الهيدروجين بوند يا اولاد هي بوند بتتكون بتوين او فورمد بتوين مين؟ البولر مولكيولز، وير اتش ها اكت از بريدج، كانها كوبري ها ما بين تو مولكيولز، بوندد لوان اتوم ها ببولر كوفالنت بوند، وبوندد للاذر اتوم ها بهيدروجين بوند. لاحظ معايا شرط هنا في الهيدروجين بوند، سواء في اي مولكيول او بتوين اي مولكيولز في هيدروجين بوندز بتوين المولكيولز دي، لازم يكون الهيدروجين بريدج ما بين تو اتومز ويز هاي الكترو ايه نيجاتيفيتي. يعني الفلورين عنده هاي الكترو نيجاتيفيتي، ذا هايست الكترو نيجاتيفيتي، ها، والاكسجين عنده هاي الكترو نيجاتيفيتي، الاكسجين 3.5، الفلورين ها بيكون 4 الالكترو نيجاتيفيتي بتاعته. ممكن في الامونيا NH3 برضو بتوين المولكيولز بتاعتها في هيدروجين بوندز، لان الN برضو عنده هاي الكترو نيجاتيفيتي. يبقى دايما هي شرط ان يتكون هيدروجين بوند ان الهيدروجين لايس بتوين مين؟ تو اتومز وذ هاي الكترو نيجاتيفيتي. ممكن تكون الاتومز دي اكسجين، ممكن تكون الاتومز دي نيتروجين، ممكن تكون الاتومز دي فلورين كلورين، تمام، الحاجات اللي عندها هاي الكترو نيجاتيفيتي. وده يودينا لسؤال يا اولاد مهم جدا، الهيدروجين سلفايد ال H2S رغم انه عنده المولكيولر ماس بتاعته تكاد تكون يعني دبل المولكيولر ماس بتاعه الووتر، يعني الووتر H2O لو حسبناه ال1 مول منه الاكسجين ب16 بلس الهيدروجين ب1 والهيدروجين الثانيه ب1 يبقى 18، اما الهيدروجين سلفايد H2S ها السلفر ب32 والهيدروجين دي ب1 ودي ب1 يبقى 34، يكاد يكون الدبل بتاعه. واحنا عندنا في قاعده يا اولاد في الكيمستري بتقول ان كل ما بنعمل انكريزنج للمولكيولر ماس مفروض ان انا بروح للسوليد او للليكويد ستيت، تمام، يبقى مفروض لما يكون عندي الووتر ليكويد ها وعنده المولكيولر ماس بتاعته 18 ها جرام، فمفروض الهيدروجين سلفايد اللي هو 34 ها جرام يكون ليكويد او يكون حتى سوليد. لا، ده انا هلاقي فيه ديفرنس غريب جدا، ده الووتر ليكويد والبويلنج بوينت بتاعته 100 ديجري سيلسيوس، والهيدروجين سلفايد جاز والبويلنج بوينت بتاعته نيجاتيف 61. ايه ده ازاي؟ قال لي بسبب الهيدروجين بوندز. طب ليه مفيش هيدروجين بوندز بتوين الهيدروجين سلفايد مولكيولز؟ بسبب اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه، ان انا لو شلت الاكسجين دي وحطيت مكانها سلفر ها تمام، هيبقى السلفر هنا تمام ودي هتبقى سلفر هيدروجين سلفايد. بقى كل المولكيولز هنشيل الاكسجين في المولكيولز اللي قدامنا دي كلها ونحط بدل الاكسجين كل الاكسجين ده هنحط سلفر، تمام، هيبقى مفيش الدوتس اللي احنا حاطينها دي اللي هي الهيدروجين بوندز. ايه السبب يا مستر؟ هتبقى الاتش هنا يا اولاد لاي بتوين تو اتومز دي اس بقى ودي اس، ها ما عندهمش هاي الكترو نيجاتيفيتي، يبقى ده شرط لازم تكون الاتش لاي بتوين تو اتومز ها وذ هاي الكترو نيجاتيفيتي زي ما قلنا اكسجين نيتروجين فلورين كلورين، لكن ما ينفعش سلفر، سلفر مش عنده هاي الكترو نيجاتيفيتي، فعلشان كده ما ينفعش نلاقي هيدروجين بوندس بتوين الهيدروجين سلفايد مولكيولز او بتوين ميثين مولكيولز. الكربون برضو ضعيف زي السلفر، بيبقى 2.5 الالكترو نيجاتيفيتي بتاعته، تمام، وده من الجيف ريزنز المهمه اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. اوكي، يبقى الديفينيشن زي ما انتم شايفين كده، الهيدروجين بوند هي عباره عن بوند فورمد بتوين مين؟ ها بولر مولكيولز ان ويتش هيدروجين اتومز لاي بتوين تو اتومز زي ما احنا لسه قايلين، ها
عندهم هاي الكترو ايه نيجاتيفيتي زي ما قلنا اكسجين فلورين كلورين برومين تمام. سو هيدروجين اتوم بايند ها وذ وان اتوم بولر كوفالنت بوند وبايند وذ ذا اذر اتوم في سكند ها مولكيول او في نيبرينج مولكيول بمين بهيدروجين بوند. ده الكلام اللي احنا لسه شرحينه لسه حالا دلوقتي. يبقى الهيدروجين بوند ها هنا بيكون فيها الهيدروجين اتوم اكت از بريدج تو بايند او تو ها لينك المولكيولز توجذر. تمام يا شباب. وضحنا احنا الاكسبليننج بتاع ازاي بتتكون الهيدروجين بوند وقلنا السبب في ان الهيدروجين يبقى لاي بتوين تو اتومز ويز هاي الكترونيجاتيفيتي وبيبقى في نيجاتيف بارشل تشارج وفي بوزيتيف بارشل تشارج في المولكيول الثاني ويحصل بينهم ويك الكتروستاتيك ايه اتراكشن. تمام. وجاوبنا السؤال بتاع ليه البويلينج بوينت بتاعت الهيدروجين سلفايد نيجاتيف 61 والبويلينج بوينت بتاعت الووتر ها 100 ديجري سيلسيوس مع ان المولكيولر ماس في الهيدروجين سلفايد بتكون هاير. قلنا السبب في كده الالكترو نيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين بتكون هاي اما الالكترو نيجاتيفيتي بتاعت السلفر بتكون ايه ويك. تمام. ودي الاشكال بتاعتنا الهيدروجين بوندز ممكن تاخد شكل كلوزد رينج زي ما انتم شايفين كده. لاحظ دايما يا اولاد ان ده مولكيول اتش اف وده مولكيول اتش اف تبقى البوند بتوين الايه ها المولكيولز الهيدروجين بوند دايما بتوين مولكيولز اوكي. وعملت كلوزد رينج زي ما انتم شايفين بالشكل ده وممكن تعمل ستريت لاين بالشكل ده هو بيبقى زجزاج لاين لكن انا اقصد بستريت لاين اللي هي البوند الهيدروجين بوند مع البولر كوفالنت بوند عاملين انجل 180 تمام. فعشان كده بيسموها ستريت ها لاين. تمام. ده اللي يقصد بالكلام ده. تمام. عندي سؤال مهم جدا انا هقوله هنا زي ما انتم شايفين كده يا شباب. الفلورين هنا بريفيرد ان هو يكون surrounded بmore space need more space ليه than bonding electrons around the fluorine atom. تمام. and this led او leads to zigzag chain بس zigzag chains بالشكل ده يعني انا ممكن احط الابدل الهيدروجين والفلورين مكان بعض ما ينفعش. ليه؟ لان لازم يبقى عندي احنا عارفين يا اولاد ان الفلورين اتوم عنده الفيلنس الكترونز بتاعته بتكون كام الفيلنس الكترونز بتاعته بتكون 7 فهو شير بوان مع الهيدروجين فعنده لسه 6 الكترونز في 3 اوربيتلز كل ايتش اوربيتال كونتين ولون بير وعارفين ان الريبالشن ما بين اللون بير بيكون ذا ماكسيمم ريبالشن صح كده فعايز مور سبيس علشان يديني ها ذا مينيمم ريبالشن وذا موست ستيبل فورم فده افضل او ذا بيست ها ريبريزنتد ل الدياجرام لمين للهيدروجين فلورايد مولكيول ان هي تكون بشكل الزجزاج لاين اللي انتم شايفينه ده تمام وتكون الفلورين زي ما انتم شايفين كده هاز مور سبيس عندها سبيس كتير عشان ده هيخلي المينيمم ريبالشن بتوين اللون بيرز بتاعت الاوربيتالز بتاعته وده بيدي موست ستيبل اي 4 تمام اهو كاتبين بنقول بيكوز الكترون بيرز نيد مور سبيس ذان ها بوندينج الكترونز يعني ده محتاج مور سبيس عن اللون بيرس اللي هنا محتاجه مور سبيس عن البوند بيرس اللي هنا دي تمام اوكي.